سيقومون بالخطاب بكل حنان وروية. غدا سأحقق الغاية التي خلقت من أجلها، سأكون طعاما لأهل قريتي وقد بلغت من النضج مجلهم، وسأكون شرابا لهم لأنهجهم وأحميهم من أمراض الشتاء. النظرة الإيجابية لأنك هيبة بس ما صرتين هي نكبة. هون النكب، هلا النكب. أنا فخورة بنتاجي، أنا لا أطعم وأسقي أهل قريتي فحسب، بل والمدن المجاورة، بل وأيضا البلاد المجاورة. لقد اعتنوا بي منذ أهل قريتي بالدجن منذ نعومة أطفالي، فكانوا يحرصون على حماية بيت الشجر من كافة الحشرات والأمراض الفتاكة، ويعتنون بأرضي التي نشأت عليها فيسمدونها ويقوعونها. غدا سأرعاهم كما رعوني، ولكن ما هذا الذي أراه؟ رباه، إني أرى وجوها غريبة، دبابات وسيارات غريبة. غدا سأطيل النظر علي أرى أحدا من أهل قريتي. احلى شيء كتبتيلي بصراحه، بس كثير حبيت انت يعني خيالك كيف انتقلت بالضبط فعلا مصدوم لا وحكى مكبوت ما هي مشهوره لانه من بيت الايام فمشهوره بالغيرات بالصحه وانا بروح على جزئيه تيارها برافو سوي كثير اوكي جمانة رحله بس انا برتقالة جميلة احب المرح والخيام، اعيش في مزرعة كبيرة يتخلفها اشجار من كل الانواع والاصناف، كنت على الشجرة في قسم البرتقال، احب العيش عليها وكنت اتمايل مع الريح لكنني لم انكسر ابدا، بداية كنت زهرة ومن ثم تحولت الى ثمرة، على تلك الشجرة كان معي اصدقاء برتقاليين وبرتقالات، كنت احبهم جدا وكنت اتواصل معهم كثيرا. لقد كبرت، كانت عائلتي البرتقالية خلال تلك الفترة تحيطني بكل حنان وحب. تعلمت من أمي برتقالة وأبي برتقالة. اللي لفتني في قصة أو تخيلتها قصة تعليم الأطفال. أنا كيف المراحل تاعت البرتقالة اللي بتمرق فيها؟ بالضبط. حبيت الأسلوب. برافو. هل؟ أول مرة جاهزة؟ عم ببيضها على يا دي تبيضها. يلا طويلة. مش مشكلة. هي جريدة. انطلقي. وبعدين بتقولي لي التحول. تسللت أشعة الشمس الساطعة في ذلك اليوم الصيفي عبر شق صغير في نافذة غرفة ضيقة كعادتها كل صباح. ولكن إحساس غريب انتابني ليس ككل صباح. أحسست غرفتي أصغر مما يجب. غريب فعلا. بعد مرور عدة دقائق كانت لازمة لأصحو جيدا، قررت أن أبدأ يومي بنشاط وأن أترك فراشي الغسيل، ولكنني لم أستطع النهوض. قد لم أتحول إلى حشرة عملاقة، فالبرتقالة على الأقل تحظى بحب وتقدير الناس وهي شهية ولونها زاهي. يا إلهي ما هذا الذي أهدي به، وأي جانب مشرق أتحدث عنه؟ كيف سأذهب إلى عملي بهذا الشكل؟ وماذا سأفعل بشأن اجتماعي مهم مع تلك الشركة؟ هل سأقول لهم مرحبا أنا برتقال وسأعرض عليكم الآن منتجي من عصير البرتقال؟ أي كارثة تلك التي حلت بي؟ بقيت أحدق كل مرآة أمامي علي أجد حلا يمكنني من الرجوع لذاتي الحقيقية. اتجهت إلى باب الغرفة لأسترق السمع إلى الخارج، فوجدت البيت هادئا على غير العادة. طيب تذكروا الموضوع اللي اول مره، موضوع السرعه والبطء والحكي، اول قطعه اوكي اللي بتجمع الافكار وما بتكتب انه موضوع انه الناس بيستعجلون هي فهذا اللي يعني ممكن على هذا الموضوع انه على موضوع انه البطء او اوكي فالعنوان your juice is not ready اوكي your juice is not ready I'm being squeezed I'm squeezing myself horizontally I'm pushing myself down vertically against the juicer to make sure that no drop is left behind. محمد جريده
بسم الله الرحمن الرحيم. هيكم البيان الثاني. حكاية برتقالة ما وراء القشور. ما أجمل غطول المطر. أشعر من لحظة نضوجي بالمطر بشكل مختلف. أستحم به وأشعر بقشوري بكامل ألقها وحيويتها. للحظة أشعر بزهرة تنبض بالحياة الثانية. لكن ما ينقصني هو حريتي. أن أغادر هذا الغصن. أن أتدحرج كبرتقالة حرة على تلك المائدة التي أراها في المطبخ. أن تداعبني تلك اللي يستحق أن يكون له تلك الحبوة. في الخيارات. ولا يمكن لأحد أن يلومني على لون قشوري أو طعم ثمرتي. فالعصافير القدر تفعل ذلك مع كل الفواكه حتى البطيخ الغبي. لم يذنب الغصن ليكون ضعيفا فاقدا للحيلة. يوما ما سيتغير كل شيء. واو. على التطور الرهيب والسريع. بطيخة إلها كثير فرق. برتقالة لا سفحت العمق والرمزية اللي موجودة في القصة مش طبيعي. لا صدقا مو طبيعي. مش قادر أعبر. أنت برتقالة ولا خبر. هل شو ذلك؟ وراء القشور بعدين بقولنا. برتقالة ممتلئة بعدين. لا عايزة الطيبة أقول عليك. عارفين وين الموضوع؟ إنه قضاها ربع ساعة عم بستنى حدا يطلع من الحمام عشان يدخل. وبعدين فعليا هو كتب هذا الحكي بثلث ساعة يمكن. مجرم. مجرم عن جد قعد ساعة. كثير لانه بصراحه كثير تاثرت على البدء حلو هذا المطلوب والله العظيم هيك بس سرحت هيك حياتهم حبيت حياتي اعذروني عم بطالب من الغريب حقا ان تكون لحظه الحقيقه هي تلك اللحظه التي تلفظ فيها انفاسك الاخيره لسنا مثلكم انتم البشر فشجرة العائلة لديكم بحجم تلك الشجرة التي كبرت عليها أما أنا فعائلتي هي إخوتي لم أعرف أمي قط لم أرى شكلها وهذا حال إخوتي ثم كبرت بلا أحلام بلا مستقبل قالوا لي أن هنالك خلف أسوار السهل الذي أنجبني يكمن عالم لا حدود له نسافر إليه بمركبات بلاستيكية وأخرى خشبية قالوا لي أن أكثرنا حظاً وأجملنا شكلاً وأكثرنا نضجاً سيرحل إلى بلاد الغربة رائعين الله شوف I am impressed صراحة التطور السريع والتعليقات اللي كانت قبل الكتابة الإحراج انطلقوا يعني في تمرين رابع فظيعين يعني بجد التنوع والافكار والعمق اللي عم بيحكوا فيه والرمزيه اللي عم بيحكوا فيها ولا حلقتين هذا من عمق المآسي اللي بشوفها بحياتي كمان انت وين ما كملت طب بدي اشوف الكلام فيه برضه هند اوكي ما خلصتي اي خلص إذا خلصتي لا أنت أول يلا. أجمع هواي طب. طيب ما تعز اقرأ يلا. طول بالك. لا لا لا. يلا روح. ماذا أحلى بيت. أنا مبسوطة إني قريت قبل ما حدا فيكم دخل أغنية البرتقالة في الموضوع. أول ما حكيت أساساً أنا قلت ما بدي أكتب بغنيكم أوكي تغني لنا حضرتك قلت كلامك بتغني لنا الباصة يلا ما تنسي انطلق برداني واقف قدام المراية أها أنا بدي أشوف حالها بالمراية بتقول أنا البرتقالة بالمصري أنا البرتقالة يا حلاوتي ويا جمالي في الكون ما فيش غيري لحالي واللي يشربني عصير يبقى في حبي أسير شوفوا يوسف ابن عمي يوسف أفندي يوسف أفندي غيران مني هو يعني مش كثير أيوه مش زي اليافاوي روحي للفرنساوي بتاعك قلت لهم انت اصلك عينك زايره وبتمد البر عن خوخه ايشي خوخه وايشي رمانه وايشي منجايه
حسب حاسب للبطيخة تدوسك وتفعصك. تعال 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 الدار بريحي هنا جنبي بريحي هنا جنبي. يعني الكرياتيفيتي فظيعة. ابدعي ابدعي. شوفوا انا مصدومة صراحة. كان عندي الاكسبكتيشنز كثير اقل من هيك صراحة. لما اجيت هون ففاجأناك. عارف عارفة انه حيطلع منكم بس عم تبدعوا يعني صح. انا متفاجئة جدا يعني. هيك بنحب مصدوم. مش معقولين. لما تشوقتي. صراحة عيش كان على البرتقالة ولا على كل شيء. وضع كاتي وثنائي للخبر الحزين. فقد كانت رنا صديقتي وأذني الصاغية ورفيقة دربي رنا؟ سميتي البرتقال؟ أول حدا يسمي البرتقال اليوم صح؟ حبيت والله بداش شخصاً كنت أن وجدت نفسي في تلك المزرعة التي تلم بكافة الأجناس إلى حين انتقال المزارع الفاق كيس واحد بمنزل فيه من الأسرار الكثير كانت رفيقتي على المدى الطويل وطول الهلع عالمي في كل يوم من شتاء هذا الطفل البالغ أرى من بعيد مدافئ البشر ووجوههم الضاحكة وأجنحتهم الثقيلة في حين أنظر ناحيتي فأرى الكثير من الهلع تحلى إن هم كانوا في نص الشتاء وعم تذكر كيف تكون مشاعر البردانات في الشتاء كيف إنه حلمة صحيت على حلمها إنه صحتها صاحبتها وهي تتحرج على الصيف ووقعت من ايد المزارع فقالت لها هي خلينا نركض نتسابق مع بعض. حدثا ساميا وان علي ان اكون صبورا شكورا حامدا للنعم التي لا تحصى ولا تعد. رامي عم بعمل اي دي كودينج للبرتقال. عن جد. وانا برتقاله مثل ملايين البرتقال المختلف اشكالها ومذاقها وفي النهايه فكلنا اما ان ننتهي ملتهمين او معصورين للشرب هذا ان وجد فينا احدا فائده والا فنترك على الشجر فنسقط ونتعفن دون ان يدري عنا احد فما هو معنى وجودي لي التفاح حيث يحتفون بالتنوع ويفخرون به حيث التقبل لجميع الوان التفاح واحجامه وبينما انا اعيش سوادي اليومي القبيح تحققت الكارثه التي تنبأ لها الخبراء منذ فتره ضربنا زلزال سبب دمارا لمدينتنا وجدت نفسي فجأة في العراء تحيطني الألوان والأضواء والأشكال الغريبة من كل اتجاه ومخلوقات طويلة جدا لا تشبهنا أبدا وأجسام ضخمة تتحرك على جسيمات سوداء دائرية بسرعة تثير الرهبة في القلوب وبدأت تضربني الأقدام من زاوية إلى أخرى حتى استقريت أمام مخلوق صغير نسبيا مقارنة بغيره حملني وركض بي ثم رماني إلى يد أخرى أكبر حجما وبدأت عملية التقشير المضنية التي حاولت والدتي تحضيري لها منذ سنوات ولكن كيف لك أن تكون يوما جاهزا لهذا النوع من المعاناة النفسية والجسدية أن تتقاسمك مخلوقات فضائية فتتحول أحشاؤك إلى عصير حامض وجزء آخر منها إلى فطيرة إلى فطيرة مع كمية خانقة من السكر وترى قشرتك مستلقية على وجه مليء بالتشققات والحفر والمسامات والتجاعيد وصوت عالي الترددات يخترقها في كل لحظة من كائن يرفض السكوت أي حياة هذه التي نعيشها ونقبلها بذل في سبيل لقمة العيش ويسألونني عن سبب كآبتي وتوحدي ورفضي لعالمنا ترى كيف هي الحياة في كوكب التفاح الجميل لما غزلت الشروق عودا عن الغلو؟ لما حذرت هناك وغبت هنا؟ لما ركضت بين الحقول كطفلة تصادق جدائلها؟ ولما اعتنقت الأنوثة منافسة لعشتك؟ لما خطوط يديك مساها كما فراغ روحك؟ لما تشتهي تاج الملكات وتخاف قلب الطاولة؟ لما نحضر حين الغياب ونتذكر حين ننسى؟
من أنثى للكون قواعده وللنجوم إهواءهم؟ من شنق الحرية هنا ومن فك أغلال الورود؟ من استأذنك في هذه انا نفسي افهم كيف البرتقالة طلعت منك هذا الاشي لاني ما بعرفش برتقال هو كله برتقال الجزيرة الفارقية هلا انتم اللي كنتوا عايزين تعطيكم اياه وتقرعوا كيف حلو كيف حلو طيب حاجة ثانية ضايلة اقرا خلصنا صح؟ عن جد لا بس عن جد اخر مصر كثير ضلت دانا عن جد لا اخر مصر انا بحب الاسقاطات التاريخية هاي ليان من وقت قراءات الرواد لاحظت انه عندها اسلوب ثابت يعني هلا اي وقت بقرا نص ممكن احكي انه هي اللي كتبته اسلوبها كثير واضح يعني عندها اسلوبها واسلوبها كثير واضح جمل قصيره هيك متسابعه بعدين في التاريخ يس يعني بالضبط لمستها واضحه في النص فممكن اي وقت انه اذا بقرا شيء احكي هي كاتبته مش تحفظ اسمي بالاول بعدين تقولي لي حارف انت المهم مش مشكله لا باسمي لا خلص اسمعنا بتعرفنا فستق طيب اوكي اي حدا بيحب يضيف شيء ممتاز لا الحقيقة بس اللي شفناه اليوم كثير حلو كثير رائع كثير غني يعني شو بيحكي الواحد التجربة أنا بتصور الكل راح يكون هلأ يعني بشوق إنه يخوض تجربة ثانية رحلة ثانية لقدام بعد شهر شهر ونص اللي هو عشان نقدر نكمل الحكي هذا بس طبعا يعني كل اللي صار اليوم كل اللي أنتج اليوم هذا على بساطته على تلقائيته على الافكار الحقيقه الافكار اللي شو بدي اسميها حلوه ومبدعه بنفس الوقت خلينا نحطها على الملتقى زين يعني نوثقها يعني نحطها في مكان انه دائما نقدر نرجع لها ونجمعها انا بتصور لازم نبدا نجمع الاقوال هاي والنصوص هاي ويعني نستعد ل اقترحت شغله لكتاب نحط الصوره على الارض الصوره نحطها على الملتقى بس نضيفكم كل واحد تعليقه يكون كتابته بالضبط يعني التعليقات تكون ككتابه على اساس كل واحد يفرج وجهه نظره عايزه تقول انا هاشتاج برتقالي وهي على يعني اذا بتدل على شيء بتدل على قد ايه البراكتس التمرين قد ايه مؤثر حقيقي يعني بزياده تطورنا واكيد الملتقيات الثانيه يعني هيكون فيها اضافه اكثر وتطوير اكثر فالاستمرارية فيها كتير ضرورية حتى ما نوصل للعرف يعني شو الفكرة اللي احنا بدنا اياها وتكون واضحة لنا اكتر يعني ان شاء الله كل واحد طلع منه عمل ادبي فيكم كان متخيل انه يكتب على البرتقالة بهاي الطريقة لا وانا قلتولي لطمة بعدين وانا ماشية من هون لفوق كسر أنا صراحة مش عارفة مين ولا بس اللي طلع منكم ما توقعت يطلعوا يعني أنا كان يعني كنت صاحب رأي في الموضوع بدي أقترح تخيل حالك قطة أو كلب أو شغلة زي هيك يعني هاي ممكن تكون يعني ممكن تكون هيك ممكن تيجي على بال أسهل لأنه فيها حركة بالضبط هي هيك بس حيكون أسهل هي الفكرة إنه ما يكون أسهل بالضبط أنا حبيت المبالغة شيء يعني إنك تتقمص اللي شخصية أو صفات كائن ما بتحرك ما بتفاعل مع البشر كثير شغله صعبه وقديه بيطلع الواحد من افكاره ومن حاله حتى يقدر نعطينا روح لشيء بالعاده مش معروف انه لو روح انه القطه لها روح انا لقيت طريقه انت اعطيت روح لشيء مش معروف صح. اذا انا لقيت طريقه اول شيء طلعت على هاي الشيء اللي مدور تخيلت حالي انا البردانه عشان هيك كان مصبوط انا صراحه بعدين سويت شيء انا كثير بحب اعمله شيء بحب دائما اسويه يعني شغف فطلعت معي طلعت يعني وانا عم بسوي بعمل شاي شاي باليانسون شاي باليانسون يس فكتير كان انا بس بصراحه ما حسيت انه يعني انا توقعت يكون في ناس مثلا عندهم مثلا اسلوب ركيك زي انا حسسوني بالباص انه في ناس لسه اول مره بتكتب فعلا ما بتتوقعوا انه يصير انا لسه جديد
اكتشفت انه لا المعظم له هي عزلتنا عن حالنا بس قديش اصعب لما نعطي حالنا فرصه انه يكون في امكانيات ما حسيت انه عندكم ابداعات ما كنت متوقعتها يعني اكثر كانت متوقعي ما حدا كان سوبر اكيد كله كان بدايه خمس لا ما في ركاكه بالعكس بدايه يعني الاسلوب